بقول لك ايه، مين الفنانه اللي كانت حاطه لك سم في الاكل؟ حطلها هي حط المايار زقت عليها واحده تحط لها سم في الاكل. يخرب بيتك يخرب بيتك يا شيخ الخباصين، ده شيخ الخباصين وشيخ الموقعتين، ده شيخ الموقعتين. انت بتهزري؟ انا هعمل لك مقام كده سيدي الخباص، مقام سيدي الخباص. بصي يا حبيبتي، حصلت يعني انا دي حاجه حصلت جوه بيتي محدش يعرفها اصلا. يخرب بيت عقلك، انت بجد انت عرفته ازاي؟ ده مخاوي. لا انا بخاف منه. انت بتقولي دايما انا كنت مصدقك والله العظيم. انا بخاف منه. يعرفها ازاي؟ والسنه دي بصي انا على شعره منه عشان بيعمل لي مشاكل كتير. أرسوي. ده انا ملجماه طبعا. مش هقول اسم الفنانه بس ده موقف حصل. بقول لك ايه، والثلاث فنانين اللي حطوا لك حبوب هلوسه في الكنز، فاكره؟ ثواني ثواني ثواني. هو انت كنت تجيلنا؟ انا ده هعرف ده مين ده، كان تجيلنا ده ولا ايه؟ لا ثانيه واحده، هي في فنانه حاولت تسمك؟ قولي لي بقى عشان غيرانه مني من نجوميتي. لا لا امال ليه؟ كانت هي بتحب حد والحد قال لها لا انا بحب ميار، عايزها عايز ميار، وهي مجنونه عشان تسمك وتموتك. ما هي مش في الصوره خالص. بعتت لي شغاله. والحد ده فنان كبير. والحد ده بيشتغل ايه؟ حد رجل اعمال كبير يعني. طيب واللي ولا اصلا ولا اعرفه اصلا ولا اعرف الحوار اصلا، يعني ما اعرفش الحوار. مين اللي حط لك حبوب هلوسه بقى؟ لا ده الشباب جيلنا. شباب جيلنا. مين شباب جيلك؟ انا لا لا انا هيجيلي نيارة. انت فعلا بتقول كده يا بسمه بجد؟ انت يا حبيبي الموضوع ده محدش يعرفه الا انا ولبستي اسمها ساميه الدلاب، انا فاكراها كويس. محدش يعرف الموضوع ده ابدا وعمري ما قلته. عمري ما قلت لك يا شيخ الحق. يا الله يا الله والله العظيم قلت لك يا جماعه الراجل ده مش طبيعي. ده لا لا ده. واحد منهم كان فنان وابو فنان. ابو فنانه بتمثل دلوقتي. خلاص عارف لو قلت هقطع لسانك. على الله انا كفاياني مشاكل مع اصحابي بس خلاص.